الاستقرار دي الواحد ما بيبقاش عارفها. الكلمة دي أهم حاجة، إن أنت استقرار دي كلمة جامدة جدا ما بتعرفهاش غير لما بتروح منك. ممكن الواحد يقول تبقى حد بيشتكي إن جوزه بيتأخر في الشغل كتير وكده، لأ، إن الواحد قاعد في البيت مع أولاده وإن الزوج حتى لو بيتأخر وبيرجع بالليل واخري، بس في استقرار. عدم الاستقرار إن أنت تبقى في حتة وولادك في حتة دي، بشوفهم على سكايب أو بنتكلم في التليفون في الموبايلات، بس موضوع صعب جدا يعني مش قادرة أحضنها. ولذلك كنت أقول لماما إيه، مثلا بنوتي صغنانة عندها 8 سنين، من أول المشكلة كانت يعني كنت سايباها هنا وحصل لي منع إن أنا أدخل مصر بسبب الموضوع، عشان كنت بقول إن جوزي ما عملش حاجة وكده، فاتمنعت من دخول مصر لمدة 3 شهور، ما شفتش ولادي. شفتهم في، رحت لبنان كان عندي بروجرام، شفت ولادي في المطار، بس الصغنانة ما كان ماما ما كانتش تقدر تاخدهم التلاتة، فشفتهم في المطار طبعا قعدت احضن فيهم. كان موضوع صعب جدا علي ان انا ابعد عن ولادي. قالوا انه ازمة ايهاب طلعت مع محمود بركة اللي دفع ثمنها شيرين وجدي والبيت بيتك. لا، هو مش محمود بركة يعني لوحده، يعني الموضوع كان هو السبب. البيت بيتك هو ووزير الإعلام وقتها. بس أنا في حاجة كنت دايماً أقولها، بصي يعني طبعاً شوية عشان بس تصرت الموضوع ده بيوجعك. لا، هو انت عشان ابتديتي بده، بس حكايه الاولاد وكده ده ممكن يكون ده طبعا عشان كده انا ما بحبش اطلع في برامج وما طلعتش في برامج. يعني اول ما رجعنا وكان معايا ايهاب في البروجرام، طلعنا بس مره واحده عشان يوضح موقفه، وكان ان هو رجع، بس ما كانش ان انا هتسال في المواضيع دي ده، علشان يعني طبعا كان وقت كتير وبهدله فوق خيالك. هو السبب البيت بيتك، ان هو كان حط فلوس طبعا فيه، لان هو المنتج بتاع البيت بيتك وكل مصر عارفه كده، وده طبعا كان عامل له قهر جدا حتى هناك لما كان بيتفرج على البروجرام. ولما جه كسب القضيه على يعني لما كان لسه هيبتدي يلم فلوسه، هيبتدي بقى يلم فلوس، انت عارفه كان هوا برغم يعني البروجرام ده كان على الهوا، ففلوسه كانت كتيره وهو حط فلوس كتيره، وكان البرنامج ناجح ومكسر الدنيا تمام وخلى الناس ترجع تاني تشوف التلفزيون المصري، التلفزيون المصري. فايه اللي حصل؟ كان لسه هيبتدي بقى يلم اللي هو حطه في البرنامج دوت. قبلها ما فيش باسبوع حصلت اللي انت شفتيه ده كله، علشان ان خلاص كده وكل حاجه بقى راحت الناحيه الثانيه ديت. هو كان مين شريكه؟ محمود بركه. بس هي مش الموضوع ما كانش يعني على فكرة إيهاب، علشان كان هو طبعا كان انت عارفة طبعا كان زي ما بيسموه امبراطور الميديا، ف مش زي مش نفر واحد بس اللي يعني عشان يوقعه، كان طبعا لقبه امبراطور الميديا. تمام، ايه اللي حصل؟ هو البروجرام دوت كان السبب في الموضوع دوت، ان تدخل الفلوس كده. ولما كسب القضية لو تفتكري، وكل الناس طبعا عارفة، راحوا مغيرين اسم البروجرام، سموه مصر النهاردة لما كسب القضية بتاعت البيت بيتك، إن فلوسه ترجع له والكده. البديل بتاع البيت بيتك وبنفس المذيعين، بس نفس المذيعين ونفس الايتمز كلها بكل حاجة، هي انت غيرت ليه الاسم تقريبا شوية ديكور. أيوة، في الديكور ده يبقى بروجرام تاني ان انت تسميه مصر النهاردة. يعني اللي خلى انه يقعد السنين بره مصر. سنين. انت دفعتي الثمن اكيد صح. وهقول لك حاجه، عارفه لما لو حسيتي ان جوزك عامل حاجه، هقول يعني هو عمل كده وده حصل كده وده طبيعي، يعني بتحسي انما لما احس ان اللي قدامي ما عملش حاجه. بس الناس شيرين لما تسمع هتقول لا، كل واحده لازم تطلع تدافع عن جوزها. على فكره انا مش كده، انا حتى لو بنت من بناتي عملت حاجه غلط انا بقول لها انت اللي بتعمليه ده غلط، انا مش ستايلي كده ان انا مثلا. وهو لو في حاجه بقول له على فكره انت مثلا اللي انت عملته مع ده ما كانش صح. لا، انا بتكلم بتواجهيه. بواجهه. لا وهو لا وهو بيواجهك. بس عشان انا مش حاجات بزنس وكده، ممكن يواجهني مثلا يقول لي حاجه على حاجه في الحفلات مثلا، او شيرين خلي بالك وانت بتقولي مثلا ما بيوجهك. ما تقوليش على كده. انما انا ممكن اقول له مثلا
خلي بالك ده مش كويس، او ان انت مثلا ايهاب خلي بالك مع الراجل ده، ان انت مثلا يعني ممكن انا طبعا بدي رايي في حاجات. لما سافرتي 20 كنت بتروحي له انت نقلتي نهائيا، كنت هو كان في لندن، رحتي عشتي معاه في لندن ولا كنت بين لندن ومصر عشان بناتك؟ كنت بين لندن ومصر شهر وشهر. وبناتك كانوا قد ايه؟ صغيرين، كان نور عندها 6 شهور. 6 شهور؟ فكنت طبعا واخدها معايا واخواتها التانيين في مصر عشان المدارس، كانت فاطمه صغننه يعني يعني يمكن نير وان وفرح، كانت لسه داخله المدرسه ويعني كانوا صغيرين، ونور 6 شهور بيبي يعني. ولذلك لما كانوا حتى بييجوا هم الاجازات بتاعتهم في لندن، فهي حاسه ان ده بيتها بقى، وهم بيجوا لها على البيت تلاقيها بقى عماله تتخانق معاهم عشان ان دول ايه ده يعني جايين ياخدوا لعب، كانت بتبقى شويه متضايقه قوي يعني. لحد لما كانت في نماذج 20 في حياتنا موجودة ومعروفة وما عملوش اللي انت عملتيه، تقول لك طب هو عنده مشاكل هو يخلص مشاكله وربنا معاه وانا ما سيبش بناتي. مش بس كده، لو عليه شيكات ممكن بتلاقيها تمشي تبعد. بالظبط، وممكن تقول له باي باي كتير وسمعنا. ايوه تمام. ايه اللي يعني هو سؤال يكاد يكون للناس الطبيعية انه سؤال استنكاري، لكن في الزمن اللي احنا فيه انا لازم اسالك، انت ايه اللي خلاكي انك تتحملي ده كله من باب ايه؟ حب؟ هقول لك حاجه، هو الموضوع طبعا اكيد حب، واكيد ظلم، شعور بان الظلم ايمان لازم انه زوجك مظلوم. تمام، يعني ممكن ابقى بحبه بس حاسه انه لا هو غلط. بس فده يقصر. يأثر طبعا. انما لما احس ان هو مظلوم ما عملش حاجه، وانا على فكره مش ان انا بقول انا فير جدا، انا ممكن يعني اي حاجه حتى لو على نفسي اجي، لو انا حاسه ان انا ظلمت حد او كده لا براجع نفسي، وان انا اتاسف لك على فكره لو بكلمه ممكن ما اعرفش انام. هنرجع تاني لإيهاب طلعت. اوكي، ايه اللي يخلي شيرين واثقه قوي كده ومؤمنة قوي كده غير ان زوجها بانه مظلوم وبريء؟ بسمع مكالمته معاهم وبسمع عايز يرجع قد ايه مصر، مع ان هو احنا عايشين يعني احنا في لندن، هو مش عايش يعني في بلد ومصمم ان هو يرجع. احنا طلع علشان يعمل العملية، ادوله ان يعني بيرميشن ان هو يطلع علشان كان اتقطع الاكيلس ده وتر في الرجل، فالمفروض كان يعمل عملية. وطلعنا فعلا ألمانيا، واحنا هناك قالوا ده هو تراكم وصول يعني ما ينفعش يدخل. ابتديت انا اجي طبعا وضع طبيعي ان في ناس بتبتدي تسالني، جاستن ابتديت اتسال اقول لا جوزي ما عملش حاجه وجوزي مظلوم وعايز يرجع، انا مش عارفه انتوا حتى ما فيش حد بيتفاوض. يعني مش قاعد بمزاجه ومش ماشي ومفضل ان هو طالع من المطار المصري، طالع من المطار القاهره عادي، وان هم سمحوا له. لا هم سمحوا له، شالوا له، مع اني عايزه اقول لك حاجه صعب ان انت تشيلي الحد، انما شالوا له ان هو يطلع عشان يعمل عمليه، اتفضل اطلع عشان تعمل عمليه وترجع. اول ما طلعنا راح تراقب وصول، هيرجع بقى اصل في الناس بتقول لك ما برضه الواحد يبقى يعني لو يتكلم لوجيك. ما انا دلوقتي انا سافرت اعمل حفله، ما هو ما ينفعش انت تقولي لي انا عملت لك تراقب وصول وتقولي لي ايه ده، طب ما ترجعي البلد. لا هو مش هارب، اما انا لو رجعت هتمسكيني، هو انا راجع عشان تحبسيني؟ لو اي بني ادم عادي وعرف كده لا طبعا ما فيش حد هيرجع. يرجع فين؟ ارجع عشان اتحبس ومش عارفه اتكلم؟ طيب انا عايزاكي تاخدي نفسك، او خصوصا بعد موضوع الاولاد يا ريت اخد نفسي. يعني انت طلعتيني لما اتكلمنا شويه عن ايه، بس لاني بتاثر طبعا عشان كانوا صغيرين. ده احنا لسه ما ابتديناش. انت هتكلمي تاني عليهم؟ الحلقة لسه ما بدأتش. شيرين انت جيتي لي برجليك، ده انا انت جيتي حريصة. تعالي لي بقى، انت مش جيتي قعدتي على الكرسي؟ انت مش جاي تصيف؟ صيف بقى. أول فقرة عندنا اسمها قالوا عنك. اوكي. قالوا عنك. جاهزة؟ اتفضلي. نبدأ بقى؟ هلا بنبدأ. اتفضلي. نشوف الفيديو.